بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، وفذي وير سهل إن أغفر سهلا. الدرس الثاني عشر من كتاب الكواكب الدرية شرح المتممة الأجرمية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. تنبيهم برارجين تنبيها وحالي رأذا سيسا تنبيهم برارجين لغة علي قاضوا للشيء شيء بالإسكو برارجين آية نبه ينبيه تنبيهم إصدلاحنا الإعلام إلو إسوغيسي بتفصيل ما علماء ويحيل لأغاذي كلا دقديقيس إجمالا مما قبله وعك تنبيهم برارجين علم وحال سوغاذي مما تقدم ويحي صور مري أن علامات الإعرابي إعرابك علامة ديس 14 تافرية تبنين أيهين 4 أصول أفر أصول الضمة ويضم للرفع قد السغنات والفضحة فضحة أصل للنصب السغنات والكسرة كسرة أصل للجر السغنات أصلك والسكون سكون بأسر للجزم والسكنات وعشر فروع يتوان فروعة وعشر فروع توان فروعة توان كفروع ذو النائبة النائب عن هذه الأصول أصوشا أفرت ثلاث سدة تنوب وحي النائب كتا عن الضمة الضمة وواو يألف ينونس ومقرنسا وكا واربع أفرنا عن الفضحة فضحي النائب كيهين ألف تي كسرة دي أدي حذف النون تي واثنان لبنا على الكسرة كسرة نائب كيهين يا إيا فضحة وي يا إيا فضحة واي وواحدة هل عن السكون سكون نائب كيه وحذف كي حذف حرف علية حذف النون كحذف وي وأن النيابة النيابة واقعة مدعى وهي في سبعة أبواب تضابط هذا نائبة مقشو تضابط كفير تضابب كفير وأن النيابة نيابة وأصوشا نائب لغيها واقعة من عضوه النيابة في سبعة أبواب باب وتضبع دحول الأول باب ككوباد النيابة لغيها ما لا ينصرف اسم ما لا ينصرف اسمها ما لا ينصرف يجرح الوجره بالفضحة والفضحة نائبة عن الكسرة بأحمد مركز الباو حرف جر أحمد اسم جرون بالباو علامة جري الفتحة نيابة عن الكسر الثاني باو كالباد النيابة على الجمع المؤنث السالم فإنه ينصب حلو النصب يأسغنها بالكسرة لكن كهندات للنصب هنكسر جمع المؤنث السالم سغن كردقي سواه وصلي خلق الله السماوات رأيت المسلمات رأيت المؤمنات واي جمع المؤنث مؤنث كجمع سي السالم ان ود قال فانه ينصب بالكسر الثالث باب صدحاني يعود الفعل فعلك وهي المضارع مضارعها المعتل الاخر اخر كي سجرنا اذا فانه يزم وحال وجزم جرى بحذف اخر سما لم يخشى لم حرف النفي وجزم وقلب واختصاص من المضارع يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمها حذف حرف العلة من آخره وهو الألف والفضحة قبلها الدليل عليها وهذا الحذف نائب عن السكون سكون كي هو نائب كي الثالث باب كسدها الفعل فعل كي المضارع المضارع المعتل الآخر آخر كي سجرنا الرابع باب كافراد المثنى مثنوي حالة الرفع وحلوق يرفع بالألف سماه وفي المثنى نحو زيدان الألف مارك مارك إلا دا الزيدان فاعل جاء الزيدان جاء فعل ماضي الزيدان فاعل جاء مرفوع علامة رفع الألف النيابة عن الضمن لأنه مثنى وكا وينسو ويجر بالياء ياذا وحي نائب كاهد فضحى ياذا وحي نائب كاهد كسر حالة جر حالة نصوى وكلقا الرابع بابك أفراد المثنى مثنوي الخامس بابك شنا جمع المذكر مذكرك جميع سوي جميع السالم النبات قلي فإنه يرفع بالواو ووذاري نائب كاهي ضم وينصب ويجر بالياء يابا لو كرلي جري يابا نائب كاهي لو كرلي فاضح
واي وحالوه سري جري يا يا نائب كاهي كاس أزادي سباب كل حال الأسماء وأسماء دي وهي الستة والإحدى أسماء والخمس يرفع بالواو بالو قد جري وذا وحين نائب كاهي الضم وينسو بالألف ألف بالو الناس من جري ألف تا وحين نائب كاهي ذا فضح ويجر بالياء يا بالو سري جري يا ذا وحين نائب كاهي ذا كاس السابع باو كتضاء الأمثلة الخمسة أفعال خمسي يرفع بثبات النوم بلوغ ذا نوم بلوغ نون تاسي وحي نائب كا يضم وحلو كردي يجرى حذف النوم حذف النوم كا وحو نائب كا فضح وحلو جزم يجرى حذف النوم حذف النوم كا سوحو نائب كا سكور السابع باب كا تضبات الأمثلة مثال الذي وي الخمسة وعشان تاي أفعال خمسة تضبات أصابع النياب اللي اسم على ينصرف قصو علماء قال لهم حاجة ترتيب شيخ مير إلى اسم على ينصرف كان أودم بي هدي لغا فعل مضارع معتل الآخر مركة وحايا إذن وكب العباية دهان إن واكلوا هريين عخمة إنتان حول الضمك واي حول فتحة لغب الله حول ولمن وحاجر الضم حول الرفع حول الرفع مثنى انه كب الله يا حد يا جامع مذكر سالم يا اسماء الخمس انه دان يا ابو تضاو بابا يدع وايا الاول المثنى اوك الثاني جمع المذكر السالم الثالث على اسماء الخمس الرابع الافعال الخمس افرتا وحاله الرفع اللي قيلها موكت ماركي كان لغا سو غد با افرتاس ان ليا الخامس وكشنا جمع المؤنث السالم وايا السادس كل حال اسم على ينصرف السابع كتضاء الفعل المضارع المعتل الاخر وحاجه حق التبويب كان لو يرقص لكن سيده كلا نياوض وتضبط ضعص وايا فاصل هذا كان وفصل فصل كان سوى مهم بيان ما شيء عدينتي واعرابه اعراب كيس تقدير وهي اعراب صلى الله ما هي لفظي هي تقدير لفظي وكم وقد تقدير ما يمنع من التلفظ به مانع بنا لتعذر او استثقال او مناسبه حاجة اسماء الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا سماين اعرابكم لغه واكي ابانها عدين اصطلاحا التغيير دور صومبو يسبب دور صونكا وحوق على كلمة آخر كذا دور صونكا وحاكي أنا عوامش كل دواني كلمة قال واي دور صونكا هدو موقضه لفتي بالله هدو سموق أن تقديري تقديري مقال اسم إعراب لو قدر واصدح اسم ألف كوب كول يا مقصور وحركوين كذا لو قدر اسم يا كوب كو لو قدر قد كي هاصلك ومنقوص لا منقوص قاضي داعي هي اسم للمناسبة اللي هو قدره المضاف إلى ياء المتكلم غلامي ابني يا ثوبي بيتي يا كاسوك صدح حاسوك فعل فعل حركة إعراب اللي هو قدره وفعل مضارع قال أمرك يا معتل الآخر فازنا ذاك نوح فسل يا تقدر ولا قدر بيا الحركات حركة ينكي الثلاث صدحها صدح حركة وحالة لغة عربية صدح حركة بجد قد كورنيك هوسريك أما سكون حركة معها تقدر ولا قدر الحركة تحرك إنك الثلاث صدح في الاسم اسمي بلو قدر اسمي المضاف له إضافي إلى ياء المتكلم ياء المتكلم له إضافي ياء النفس نوالا ياء إسكجر هذا ياء المتكلم نوالا ياء النفس نوالا نحو غلامي أضوان كيوي نحو غلامي ويل كيوي لبضا معنا وكويم نحو غلامي أضوان كيوي وابني ويل كيوي جاء غلامي صدح حركة واتكو قدري صدح لبا قد كردك هوصلك وحان له قدري وحلا للمناسبات جاء غلامي كبلو هذا جاء فعل ماضي مبني على فتلا محله من العرب غلامي فاعل جاء مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم غلامي فاعل جاء مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبله غلام مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على سكون في محل جر
رأيت غلامي رأيت فعل وفاعل غلامي مفعول به منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من دوره اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبله غلام مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على سكون في محل جر مررت بغلامي مررت فعل وفاعل بغلامي الباء حرف جر غلامي اسم مجرور بالباء علامة جر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من دوره اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبله غلام مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على سكون في محل جر تقدر ولقدر الحركات حركوين كي الثلاث والسدع في الاسم اسمي بل مقدر اسمي المضاف لو يضاف الى ياء المتكلم ياء المتكلم كان للمناسبات بل مقدر بعده للمناسبات نعو غلامي اضون كيغي وي وابني ويل كيغي وي وفي الاسم اسمي بل مقدر اسمي المعرب ام معرب كان الذي اسمي معرب كو اخر واخر كيس الف الف ايت لازمه لازمه وهو الاسم المقصور بعده كان هذا نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلاوي جاء الفتى سانا وحالو قدر حركوين كون محالو قدر للتعذري لان الالف لا تقبل الحركة كي هرى للمناسبه كي هو المتكلم كله يضاف للمناسبات كانوا الفتانا حركوين كوالو قدر امان قد كورديك هوسلك للتعذري لان الالف لا تقبل الحركة جاء الفتى جاء فعل الماضي مبني على الفتى لا محله من العراق الفتى فاعل جاء مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة ضمة مقدرة على الألف منع من ذوري التعذر رأيت الفتى رأيت فعل وفاعل الفتى مفعول به منصوب وعلامة النسب فتحة مقدرة على الألف منع من ذوري التعذر مررت بالفتى مررت فعل وفاعل الفتى مفعول به منصوب علامة النسب فتحة مقدرة على الألف منع من ذوري التعذر لأن الألف لا تقبل الحرك أروعنا لأن ألف الملصى لا تقبل الحرك فليس ممكن بممكن ان تحريكه كاني الف كاني الف بعد مودام انا فليس بممكن ان تحريكه الا حركه انا صورت قلمه بيد باجر ساعه وفي الاسم اسمي بالو قدري حركه ينك صدها المعرب يا معربك الذي اسمي معربك اخر واخر كيس الف الف ايتها لازمه ولازمه نحو الفتاوي والمصطفاوي وموسى وحبلة لأنه اسم مقصور بله مقصور محله وبحي وحاله وبحي قارئ لبصي على شيء لبصي الفتى عرفت وقامته سيدا أشياء يا أنبياء صحراء عرفت ممدودة معه هو ألف مقصورة علماء الساسي كبير غار وعيد مقصور وحلوي ومحبوس مقصور أي محبوس عن جميع الحركات حركوين كي يقول لك حبسي وحبسي وكيدر وحركوه كم مقنمة ولماذا غار الساسي مرين فيهن قاصرات الظرف هوين كي قالوا جنها خير كبنا مركي لقوا الرماي فيهن قاصرات الظرف كوا إشو ذا جابيان أي محبوسات ها مقصور حور مقصورات زي ما قررت أي محبوسات مركب مقصور وحلو بحي لأنه حبس عن جميع الحركات حبس وحالك حبس عن ظهور جميع الحركات حركوين كان إنه كان مغضان واللودي وفي الاسم اسمي المعربي المعرب كان حركوين كصدحة ولو قدر الذي اسمي المعربك آخر وآخر كسو ألف ألف أيتها لازمة لازمة نحو الفتاوي والمصطفى وموسى وحبلاوي ويسمى وحاله مقعبا مقصورا وكاد اوغو هوس فيرح هل كانوا مكون هوش لانه ضد الممدود قاربي ممدود كو صحراء يكسر جا مقصور ساس او مثلا لانه يسوي مقصور وحاله دي اي ممنوع من ظهور الحركات من جميع ظهور الحركات ولقد نحلت لبعدي فكانني الف فليس بممكن تحريكه أبدا يحركني إليه تشوقي جسمي به مشدوره منهوكه أبيض بحال كان كله عجيب النبا يريوي أبيض كان محمد رضوان وسلم سلامي على المولى سيد كي البهاءها إن كاسو
وصف له وتلمام بيشوقيه لو جي إليه سجعنوه له وإن أنا أنو مملوكه إن أنا شوقا سب إملكي بع أبدا ولي يحركني وحين قادنا إليه حق ستشوقه لو جعنوق جسمي جركيو مشدوره مشدور نسب النقض حاف جركي حتى حاف من هوكو وويق مي وضعيفي ولقد نحلت أحد الهوصر والي ولقد نحلت نوال ولقد نحلت وان عاتوبي أي صرت ضعيفا وهزيلا ولقد نحلت وان عاتوبي لبعده فوقاشيهس مركان كيف فوقاشي عاتا نقضي بريور إن حوقا لسكوة ماني جري بوريد موقت فكانني وحادي موداوي ألف ألف بعد نقضي فليس ماها بممكن صورتقل تحريكه ألف من الحركة انت هو مراد كالضم ولقد نحلت وان عاتوبي لبعدي مركان كفه وقالي السيد كي فكأنني وحاد مودابي ألف ألف من أنا كلي فليس ماها بممكن من أي صورتقل تحريكه ألف من الحركة ويسمى مقصورا بالغ مقعبا وتقدر ولا قدر لهذا الضمة الضمة والكسرة كسرة في الاسم اسمي بلو قدري الذي اسمي عصو آخر وآخر جس يا أيتا لازمة ولازمة مكسورة الله صلى ما قبلها وحكوري واسمي منقوص اسكدر إسانا قدكي وحلو قدرا حصلك نصبض ويكم وقن ولكن نص من قاد ولكن والنصب قادم فيها إعراب كل منهما مقدر فيها ولكن نصب قادم يظهر وليد قاضي حالة النصب النصب قاضي حالة النصب رأيت القاضي قرانك أجيب داعي الله أجيب داعي أجيب داعي الله وتقدر ولا قدر الضمة الضمة والكسرة كسرة في الاسم اسمي الذي اسمي أسو آخر وآخر يا أيتا لازمة ولازمة مكسورة الوصر ما قبلها وحكوري نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى وحاله مقع منقوصا منقوص سينا محله بحي لأنه نقص عن ثلثي حركات بعلم القاضي أما عن ثلثي إعرابي إعرابي سصدح مركي اللوني لابو أيالو قدروا لك حباس هل مباوفك وسمي منقوصا لأنه نقص عن ثلثي إعرابي ثلث ما ثلثي عن ثلثي إعرابي إعراب كيسا الصدح ميل لك لابا أيال لو دي دينا مغضان لابا دي ويقوديو خوص لك لابا داس مارك منقوصا سألو بي منقوص لأنه نقص منه بعض الحركات بي ركان سوء زمان عن ثلثي إعرابي ودي جرشا وتقدر ولا قدر فضحها وتظهر الفضحة فضحة هذا محل مجي لخفتها وتظهر الفضحة لخفتها رأيت القاضية إذا رأيت القاضي هذه لو حبك القاضي أجيب داعي الله وتقدر ولا قدر الضمة الضمة والكسرة وصرقي في الاسم اسمي الذي اسمي أسوأ آخر وآخر سيام يا أيتا لازمة ولازمة مكسورة وصرقي ما قبلها وحكوري نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى وحاله مقعبا منقوس النحو يوم يدعو الداعي يوم ما يدعو يلي الداعي كي يلهي ويهدؤه الداعي لا يسا فاعلة يدعو فعل مضارع الداعي فاعل مرفوع على من ترفي الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفة ولا قرآن لكن تخفيف منع من ظهورها الاستثقال موضعين إلى الداعي سيدوك لو موضعين حال أيين كودك دي إلى الداعي و وتظهر ويموقني فيه دعيسة الفضحة فضحة ذي وموقني والي خفتها فضيت كير وتظهر ويموقني الفضحة فضحة ذي وموقني فيه اسمي من قصر دعيسة ورأيت القاضية بعده والي خفتها فضيت كير وتظهر وحام غني فيه نحيس
الفضحة فضحة الإمام مقنع لخفتها فضيلك أنه أجيب داعي الله داعي إذا مفعولك وداعي مفعول به منصوب علامة نسب بضعة ظاهرة في آخره حالك وأسماء الإعراب كله قدر وصدح اسم مقصور واسم يعرف كبك حركوين كان بالو قدر لتعذر بالو قدر ألف وغدا بأي ألف حركة كما مقنع جاء الفتى رأيت الفتى مرت بالفتى اسم الله هذا لو قدر حركوينك واسم اللو إضافية المتكلم سأنا حركوينك لو قدر للمناسبة جاء غلامي رأيت غلامي مرت بغلامي مناسبة وحلقة وضعيانا خيابا اسم قدن بيسو غلامي وحا مناسب وإن كسر كهر مرتب اسم يصدح المنقوص بالي وحلو قدر قد يحوصنك واسمي أكبك فضحظ ويكب مقاني لخفتي ويتوريت وحال بعض الإعراب لو قدر وفعل كمضارع قورمة معتل الآخر المياشر فعل كمضارع مركي حركة لو قدر وإنها معتل الآخر محوك جردان الصدح لحرف ألف وويا وتقدر ولا قدر الضمة الضمدي والفضحة كرنقي في الفعل فعل كبال لو قدر فعلك المضارع مضارع المعتل الآخر آخر كي سجرنا وتقدر ولا قدر الضمة الضمة ذي ولا قدر والفتحة كرنقي ولا قدر واي سيكر نبي أربي علماء عبير جرينا فعلك مضارع صدحر و إنني ولا خفض فيها في الأفعال خاصر مقر مركب مر ضمات كحل مرة فتحة مرة وحات كحل جزم حالة سكون بعد كحل مرك فعل كمضارع مرك معتل الآخر حالة الرفع جو أما ألف وكبك أما واو أما ياء والود قدر حركة فعل كمضارع معتل الآخر دي حالة الرفع جو تقدر عليه الضم سواء كان معتلا بالألف أو بالواو أو بالياء يدعو يرمي يخشى وأسكمه حالة النصب إمو فعل كمضارع ومعتل الآخر حالة النسب وجود وحاله قدر كلية أضو معتل بالألف فعل كمضارع ومعتل الآخر آخر كأيو آخر كسوى جري محونا جوا حالة النصب وحاله قدر كلية أضو نقضة معتل بالألف لن يخشى أما هدو وكبك أمياء لجوانا حالة النصف وموغنس لن يدعو لن يرمي بارده حالة جزم واسخ وضحو حرف علاه ونقول لم يدعو لم يخشى لم يرمي مركز سيدة صلى الله وكالقات وتقدر ولا قدر بي عظمة الضمدي والفضحة كرقي فضحة وحيوتها الله ميتك ألف كبك بس تا ينكور دوماني ينكور دوماني في الفعل فعلك فعلك المضارع مضارعها والمعتل الآخر آخر كيسو جرنا وتقدر ولا قدر بعظمة الضمد فقط وكلها في الفعل فعلك المضارع مضارع المعتل كبك بالواو كبك وبالياء الضمد وحلو قدر فعلك مضارع معتل بالواو وبالياء وبالألف نقضها هلك لك مين وتقدر الضمة فقط ميوذن يرهلك ضمة وحملو قدر فعلك مضارع معتل بالواو بالياء بالألف كمدر زوما والفضحة كربا كسو شيء يقول وتقدر الضمة والفضحة لكن سيدنا هو يرعب بنا إسكي يرجره إسكو أتسهده وتقدر ولا قدر الضمة الضمة فقط أكلئ في الفعل فعلك المضارع مضارع المعتل كجر هنا بالواو والياء نحو يدعو ويرمي ويخشى ذن وكجر تائس كجر وتظهر الفضحة فضحة ذي ويمغني هذه فعلك وو يأكبك وي لن يدعو لن يرمي والجزم جزمنا في ثلاثة صدح للجزم صدح وكو معتلك كائن وحو هذه جزمها بالحذف حذف كما تقدم سيدي صهر مرتين وتقدر ولا قدر بي الضمة الضمة والفضحة كرقي في الفعل فعلك المضارع مضارع المعتل الآخر آخر كسجرنا وتقدر ولا قدر الضمة الضمة فقد وكري
في الفعل فعل كالمضارع مضارع المعتل كبك بالواو يو بالياء نحو يدعو ويرمي وي وتضار الفضحة فضحة إمام موقن النحو لن يدعو لن يرمي فضحة وحاله قدر فعل كمضارع معتل بالألف والجزم جزم في ثلاثة سدح إلى الجزم كائن جزمها سوح هذا بالحذف حذف كما تقدم السيدي صهر مرت فاصل الاسم الذي لا ينصرف كم بري وديريها لكن بري عن عفوه فإن إن شاء الله على صور نقصه بري وحبل لقمة تقايل بإذن الله بري وباب المعرف وديريها لكن قاعدة بسيطة عن سسينين قاعدة ذا حدي الله وسهلا إنك سوى عشر ديريها لكن على عفوه بإذن الله والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله.